حضرت النجمة الأديرة رندا كعدة إلى حفل إطلاق فيلمها الجديد هردبشت إلى جانب أبطال العمل. من الحفل التقينا مع رندا اللي خبرتنا أكثر عن دورها بالفيلم. دوري بهالفيلم أم حسين، أم الشباب يلي عايشين بمنطقة متروكة، متروكة من يعني من المعنيين من الدولة كلها، مهملين وصاروا كأنه هن بقرة للحياة الفاسدة بلبنان. هيدا الشيء مش مزبوط. الفساد بيجي من المسؤول يلي هامل هالشريحة. أنا مع تسليط الضوء حتى الدولة تعرف قديه عندها شرائح من المجتمع بحاجة للفتة من الدولة، تأمين العلم المجاني، تأمين البيوت اللي تليق بالناس تيسكنوا، ردع عن الخطيئة إذا بدي أقول بوضع نظام، مش نضل إنه هودي متروكين آخلي ومتروكين، ما هودي بشر. أنا أنادي بهالفيلم بالإنسانية، إنه الإنسان يكون له قيمته ببلده. إذا بلد ما بيحترم ناسه يعني اللعنة الكبيرة. كيف بتوصف رندا مشاركتها بهالفيلم إلى جانب نجوم شباب بأول تجربة إلهم؟ نحن بندعمهم ونحن بناخد منهم، بناخد من تطورهم، من روحهم الجديدة، من الرؤية الحلوة اللي عندهم إياها، بناخد ومنعطي. أبطال الفيلم وصفوا رندا بأنها كانت مثل أم حقيقية إلهم بالكواليس، وهي حابة توجه لهم رسالة من خلالها. أنا بقول لهم بحبكم يا ماما، بحبكم يا أمي. أم حسين كتير انبسطت بالتجربة معهم، وفعلا أنا مطرح ما بنوجد تألعب دور ما فيني ما أكون بالكواليس عم باخد الدور معي، ما بقدر أتخلى عن الأمومة مع الشباب. قبل تصوير الفيلم رندا أمضت أيام مع والدة المخرج والكاتب محمد دايخ لتتعلم منها لهجة وعادات الشخصية. كتير حلوة وصعبة. أنا بقاعية، يعني لما بدي أقول أم حسين بدي أقولها بالبقاعي أم حسين، فكتير تعذبت لوجدت اللغة اللهجة. مشكورة أمو لأستاذ محمد. رندا عم بتعيش كمان نجاح كبير بأدوارها المنوعة خلال شهر رمضان المبارك، فكيف عم تتلقى هالنجاح؟ هيدا الشيء بشجعني أكتر إني كفي بالجدية اللي أنا بشتغل فيها، أقول إني وصلت على أول قمة، بدي بعد لفوق في قمم أعلى لازم أوصلهم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله المرض بيجي من أسرارك يا حسين.